النهاردة هنتكلم عن الجزء الثالث، وهو الادز في الميتب رقم 117. والمفروض ان احنا بنتكلم في كل ميتب عن حاجة مختلفة بما يتناسب مع الـ questions او الاسئلة اللي بيسألوها على الجروب بتاع ماركتنج منتور كوميونيتي. ولو انت عندك مشكلة ومحضرتش في الميعاد، ممكن تحضر الميتبس كلها على الويب سايت او تحضر الميتبس كلها على اليوتيوب. ممكن تلاقي كل الميتبس موجودة على الويب سايت من خلال الويب سايت الخاص بماركتنج منتور كوميونيتي، وكمان ممكن من خلال الويب سايت كمان تسمع او تشوف كل اللي انت محتاجه من الماركتنج منتور كوميونيتي. ولو انت عندك مشكلة في الوقت، ممكن كمان تلاقي البودكاست موجود على الويب سايت التاني، كل البودكاست بالميتوبس اللي كنا عملناها قبل كده. وكمان هتلاقي كل التفاصيل بتاعت ماركتنج انتر كوميونيتي، بحيث ان انت هتلاقي كل التخصصات سواء ميديا باينج او كونتنت او ريل استيت او بزنس او حتى ماركتنج مانجمنت لو انت لسه بتبتدي. وبالنسبه للبودكاست زي ما قلت لك، هتلاقيها على الويب سايت التاني، هتلاقي كل اللي انت محتاجه في البودكاست وكل التولز اللي انت ممكن تستخدمها، سواء هتلاقينا على سبوتيفاي او هتلاقينا على جوجل او هتلاقينا على كل المنصات على حسب انت بتفضل ايه بالظبط. ولو انت مش بتفضل اي حاجه من دول وحابب تحضر نيتف لايف معانا، ممكن تقدر ان انت تحضر عن طريق ان احنا بندخل ميتنج كل يوم جمعه الساعه 9، وبنتكلم في الاجزاء زي ما قلنا اللي انت بتبقى محتاجها على حسب انت محتاج ايه بالظبط، محتاج تعرف ايه او تتعلم ايه او تطبق على ايه بالظبط، وهتلاقي كل الحاجات اللي انت محتاجها في كل التخصصات. خلينا نبتدي، والمفروض ان احنا النهارده بنتكلم عن الفيسبوك اد في الميتب الثالث ليه. في الميتب الثالث ليه، لان احنا قسمناهم المفروض عن ثلاث اجزاء مختلفين. الجزء الاول كنا اتكلمنا عن الفيسبوك اد من خلال الاوبجكتيف، لو انت بتشتغل على اوبجكتيف معينه او انت محتاج تختار اوبجكتيف معينه، فالاوبجكتيف دي المفروض ان هي ليها اهداف اساسيه وليها محاور بتبتدي انت تطبق عليها. مش بختار الاوبجكتيف بما يتناسب مع المنصه وخلاص، لا، انا بختار الاوبجكتيف بما يتناسب مع البيزنس اوبجكتيف. واتكلمنا عن ده كتير، وبعد كده اتكلمنا عن الجوجل اد، اتكلمنا عن فيسبوك اد سيت وازاي ان انت بتظبط التارجت اودينس وبتظبط كمان الميزانيه بتاعتك واهم النصائح اللي فيها. اهم الاجزاء اللي احنا بنتكلم فيها مش الاجزاء الخاصه بازاي تكريت اد، مش ازاي تكريت اد قد ما اللي هو ازاي ان انت بتشتغل على الادز بالتكنيك مختلف وبافكار مختلفه وبطريقه مختلفه من الشغل. مش جوست ان انا بدخل على الاد وهدخل معاك زي ما بنشوف دايما، المفروض ان انا بعمل كرييت اد ومن كرييت اد بضغط على كذا وبنمشي بالخطوات دي. احنا بنتكلم في كونسبت اكتر ما اننا بنتكلم في الكليكس، كمان بنتكلم في النوليدج والطريقه اللي بنشتغل بيها والاكسبيرينس اللي عدينا بيها من خلال الشغل واهم التكنيكس اللي انت هتخلي بالك منها. فدي اهم النقط اللي احنا بنتكلم فيها، ودي الحاجات المهمه اللي بتنجح الادز. اي حد بيشتغل على الاد وبيفكر ان الفكره او المشكله عنده او الشغل بتاعه متعلق بان هو يفهم الداشبورد، لا، هو في برسنتج او في فهمك للداشبورد، لكن الاهم من كل ده الجزء الخاص بالادز نفسها او الفكره الخاصه بالادز، توزيعة التارجت اودينس والكريتيف المناسب وطريقه الاستراكشر بتاع الشغل والسيلز فانل، وكمان الجزء الخاص بالباير بيرسونا بتاعت العميل بتاعك. فلما تيجي تشتغل على الاد، المفروض ان انت ما تخافش خالص من الداشبورد، والداشبورد مش بيكون فيها اي مشاكل، هي
موجودة وبتتطور وبتتحدث بمتناسب مع الشغل، لكن كل اللي عليك ان انت ما تحفظهاش، لان برضو من الحاجات اللي كان فيها ان انا مش لازم ابقى حافظ ان ده فيسبوك بيج، فالمفروض ان انا بضيف هنا الايدنتيتي بتاعتي وبضيف هنا في انستجرام اكونت الاكونت بتاعي وهكذا. لا، انت محتاج ان انت تكون بتفهم الداشبورد وبتفهم كمان الاكونت بنتعامل معاها ازاي، اكتر من ان انت تبقى حافظ كل جزء بتشتغل عليه او كل جزء انت المفروض بتشتغل عليه بيكون ماشي ازاي. وكمان المفروض ان انت تكون فاهم الاجزاء دي بما يتناسب مع شغلك، يعني لما بنيجي نشتغل على الفيسبوك ادز او بنشتغل في الادز لازم بيكون كل اكاونت او كل بزنس ليه الطريقه بتاعته. لو انا بشتغل في الريل استيت غير لما اكون بشتغل في الاي كوميرس غير لما اكون بشتغل في الاجزاء الخاصه او الاجزاء اللي بنعتمد عليها في الفرنيتشر مثلا او في اي قسم مختلف. طب النهارده المفروض هنتكلم عن ايه؟ هنتكلم عن الجزء الخاص بالاد، الجزء الخاص بفيسبوك اد نفسه، اكتر من ان احنا هنتكلم عن اي حاجه تانيه. وكمان الجزء بقى السبيسيفيك جدا في فيسبوك اد هو الكرييتيف. الكرييتيف مهم جدا جدا جدا، وازاي ان انا اقدر اطلع افكار خاصه بالكرييتيف واخرج بره النطاق المحدود الخاص بيه، الجزء بتاع الشغل اللي موجود بشكل كبير. طيب الجزء اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو خاص بيه الكرييتيف، خلينا هنا نقول ان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا جزء الايه الكرييتيف، وازاي ان احنا نتعامل مع الكرييتيف بشكل كبير. خلينا هنا نشتغل على الجزء ده ونقول ان احنا اهم حاجه بالنسبه لنا المحتوى وظهور المحتوى بتاعي. ظهور المحتوى هنا وفي الداشبورد، تعال الاول نشوف الداشبورد بتبقى محتاجه مني ايه. اي حاجه كنا كلمنا قبل كده ان اي حاجه احنا بنشتغلها بتبقى محتاجه requirement، اساسيات عشان اقدر اشتغل. الاساسيات دي لو مش موجوده انا ما اقدرش اشتغل. طيب خلينا هنا نقول لما هاجي اشتغل على الاد لازم أن يكون عندي الاكونت بتاعي جاهز او الفيسبوك بيج بتاعتي جاهزه، والمفروض ان انا عندي 3 اختيارات للاد سيت اب. الاد سيت اب بيكون لي 3 اختيارات اساسيين، يا اما انا بكريت اد فانا محتاج ان انا بكريت فيجوالز جديده، انا عندي المفروض ده اعلان قديم، او ان انا المفروض عندي بوست والمفروض ان انا بستخدمه وبحط اللينك بتاع البوست بالنسبه لي، او ان انا بشتغل على كرييتيف بيكون افيلبل عندي او انا بعمل له ماتشنج قبل كده. فالافضل في طريقه الشغل نفسها ان انا بكرييت دايما دايما بكرييت اد جديده، دايما دايما بكرييت اد جديده. طب ايه الفرق ما بين ان انا كرييت او ان انا تشوز؟ اهم حاجه فيه او من العوامل اللي بتساعد الاد بتاعي ان هو ينتشر وياخد التارجت اودينس بتاعته بشكل مباشر هو ان يكون الاد مش ظاهر على البيج، مش ظاهر على البيج. عملنا تيست كتير ما بين ان انا اختار المفروض اعلان هو موجود على البيج عادي، انا بختار الاعلان من على البيج وبشتغل عليه عادي جدا من غير ما ان انا اعمل كرييت لكرييتيف جديده. ده بيكون مش افضل نتيجه، ده مش بيدينا دايما افضل نتيجه. ليه مش بيدينا دايما افضل نتيجه؟ لان بيكون البوست هو تارجت اودينس اكتر او متارجت اكتر وراح ليه بوكت اوف اودينس من الاودينس الخاصين بالبيج، من الاودينس الخاصين بالبيج. يعني لما باجي اختار اي تارجت اودينس موجود على الاد اكونت، او لما باجي اختار اي بوست موجود على الاد اكونت، ببتدي الاقي نفسي بشتغل على اعلانات او بشتغل على كرييتيف هو اوريدي راح لبوكت اوف اودينس من العملاء اللي موجوده على البيج، في حين ان انا عندي تارجت اودينس محددهم سواء هم من الناس اللي موجوده على البيج او من الناس اللي مش موجوده على البيج او من الناس اللي مش موجوده على البيج على حسب التارجت اودينس بتوعي. فمن الافضل بالنسبه لي ان انا اخد البوكت اوف اودينس من الاول خالص وابتدي اشتغل على اعلان من الاول. بلس ان فكره الاد لما بيكون موجود بره بيقدر يتحرك اكتر وبيعمل ريتش اكتر. من الحاجات برضو التانية او المهمة في الجزء ده لما باجي اشتغل على الكونتنت او لما باجي اشتغل على
التكست بتاعتي او الجزء الخاص بتاعي، ما ينفعش ان انا اضيف فيه لينكس، ما ينفعش اضيف فيه لينكس خارجيه. برضو من الحاجات الاخطاء اللي احنا بنعملها دايما ان احنا بنكتب الايه الكونتنت بتاعنا عادي جدا، وبعد ما بكتب الكونتنت ببتدي ان انا اقول له والله من الكونتنت ده بروح اضيف فيه لينك. طب دي من الحاجات اللي مش بتكون احسن حاجه بالنسبه لنا، ان انت تختار اي لينك خارجي وتبتدي تحطه في السوشيال ميديا، سواء كان ادز او حتى بوست اورجانيك، لان دايما كل السوشيال ميديا اكونتس مش بتحب او مش بتفضل دايما ان يكون الاكونت بتاعها او يكون اللينكس بتاعتها من بره. يعني انا مثلا لو جبت لينك من تيك توك او جبت لينك من ويب سايت او اي لينك تاني، بيكون الوضع بالنسبة لي مش أحسن حاجة، بيكون الوضع بالنسبة لي مش أحسن حاجة إطلاقا. فلما باجي أشتغل دايما دايما وأنا بشتغل ببتدي أعتمد على إن الأمور بالنسبة لي تكون كتير جدا في الكونتنت، ما ببتديش إن أنا أضيف أي محتوى هو فيه لينكس من بره، فيه محتوى لينكس من بره. فدي برضو من العوامل المهمة وأنا بشتغل على الآد بتاعي وأنا بشتغل على الإعلان بتاعي، لازم الجزء الخاص بالإعلان يكون التكست فيه ما فيهوش لينكس داخلية، ما فيهوش روابط داخلية بالنسبة لي ابتدي ان انا احطها جوه الاد اكاونت، وان انا اختار الاد بتاعي يكون من خلال الاعلان دايركت على طول، يكون من خلال الايه الاعلان دايركت، ما اختارش ان انا اعمل بوست او ان انا اسكيدجول بوست دايركت على الفيسبوك وبعد كده اعمل تشوز لي البوست ده وابتدي اشتغل منه ادز. ده من خلال الايه البراكتس اللي موجود. ها كمان اتكلمنا فيها ان خلي بالنا في الكريتيف واحنا بنشتغل من الايه السايز بتاعي، وانا بشتغل على السايز بتاعي او بعمل اد للميديا بتاعتي لازم اعمل لها اوبتمايزيشن بما يتناسب مع اعمل لها اوبتمايزيشن بما يتناسب مع الاكونت بتاعي، بما يتناسب مع الايه البلاتفورم او بليسمنت اللي انا مختارها. ايا كانت البليسمنت اللي انا مختارها ايه وانا بشتغل في البليسمنت بتاعتي لازم تكون الفيجوالز او الميديا بتاعتي او الكرييتيف بتاعتي هي من الحاجات المهمه جدا ان هي تكون ظاهره بما يتناسب مع المقاسات بتاعتها بما يتناسب مع الايه الاكونت بتاعي. تمام، فدي 3 حاجات اساسيين بيساعدوا الكرييتيف بتاعي ان هو يوصل او بيساعدوا الاعلان بتاعي ان هو يوصل. هاي كمان ان لازم المحتوى بتاعي يكون مختلف تماما، لازم يكون محتوى مختلف عن المنافسين. طيب انا منين اجيب محتوى مختلف او منين اشتغل على محتوى مختلف؟ اول حاجة لازم تشتغل على ان انت من خلال توزيع الادز يكون بيجاوب على سؤال العميل. احيانا بنلاقي اد او اعلان هو بياخد 3 دقايق، بياخد دقيقتين وبيبتدي يعرف العميل ده ايه. تمام، فهنا بيكون بيجاوب على سؤال العميل في اول 3 ثواني او 30 ثانية. تمام، اول 30 ثانية لازم يكون العميل وصل للنقطة اللي هو محتاجها. من دي العوامل او الحاجات اللي بتنجح الكريتيف بتاعك وانت بتشتغل عليها بينجح الكريتيف بتاعك او بتوصل بالكريتيف بتاعك لافضل نقطه ممكنه. الجزء اللي بعد كده لو هو بيجاوب على السؤال بتاعك لازم يكون بيتضمن السي تي اي. تمام، ما ينفعش ان انا اكون حاطط كريتيف او عامل اعلان ما فيهوش سي تي اي، والسي تي اي تكون مظبوطه، لان من الحاجات برضو الغريبه اللي بتشوفها ان بنلاقي الاعلان السي تي اي بتاعته مختلفه تماما، بنلاقي الاعلان السي تي اي بتاعته مختلفه عن مختلفه عن الجزء اللي الاعلان بيشتغل عليه. يعني ممكن يكون الاعلان بيشتغل على جزء، تعالى كده ناخد صوره مختلفه، ممكن يكون بيشتغل على جزء مختلف او يكون الاعلان بيشتغل على awareness campaign او بيعتمد على ان هو بيعرف العميل معلومات معينه، وبعد كده بيلاقي النتيجه مختلف او بيحط السي تي اي مختلف، الكول تو اكشن بتاعت العميل مختلف. هنا مثلا انا هنا المفروض السيرش ريزلت والفيدز والستريم وكمان الستوريز الصوره مناسبه معاه.
ما فيهاش اي ايشوز، ما فيهاش اي مشاكل. فدي من العوامل المهمه جدا وانت بتختار الكريتيف او الاعلام بتاعك او الميديا بتاعتك، لازم ان يكون متناسبه ومعمول لها اوبتمايزيشن بشكل كويس، تتناسب مع كل ايه البليسمنت اللي انت شغال عليه، كل البليسمنت اللي انت ايه بتشتغل عليه. هنا مثلا عندك مشكله في الاوريجينال كريتيف وهو بيبان هنا، فتمام ما فيهاش مشكله ما دام انا في مرحله ايه الاوبتمايزيشن، ما فيهاش مشكله. انا بالنسبه لي باقي الاوبتمايزيشن بليسمنت مظبوطه تمام ما دام انا بالنسبه لي ما فيش هنا اي مشكله. لان احيانا كمان بنلاقي ان عندك مشكله في الظهور في بليسمنت معين، يعني عندك مشكلة في إن أنت تظهر في بليسمنت معينة، فده بيكون عامل مشكلة بالنسبة لك إن أنت الإعلان بتاعك بيظهر على البليسمنت دي بس ما بيظهرش للعميل، يعني بيريتش على البليسمنت دي لكن مش بيظهر للعميل، فهنا بيعمل معاك مشكلة. فبتلاقي عندك أوفر في الكوست، أنت الكوست بتاعك بيعلى بس أنت مش عارف هل ده في كرييتيف عالي دي وفي كرييتيف تانية المفروض ما فيهاش أي ريزلت، لأن أنت بتعمل ريتش كويس وبتحرق فيه بشكل كبير لكن انت مش بتظهر ومش بيعمل معاك معدل فريكوانسي كويس، فانت بتعلم على نفسك الكوست من غير ما تاخد بالك او مش بتبقى عارف المشكله فين. فلما نيجي نشتغل على اي اد او نيجي نشتغل على اي اعلان، لازم نخلي بالنا من الحته الخاصه بالكرييتيف وان انا اشتغل عليها بما يتناسب او الميديا تكون تتناسب مع الايه البليسمنت اللي انا بشتغل عليه، تكون متناسبه مع البليسمنت اللي انا بشتغل عليه. تمام، هنا برضو في معيار للكرييتيف بشكل كبير، المعايير دي اتحطت من جوجل، سوري اتحطت من فيسبوك مؤخرا او في الفترات الاخيره بما يتناسب مع ايه؟ بما يتناسب مع اليوزر اكسبيرينس نفسها. يعني المفروض الادفانتج والكرييتيف لازم يتناسبوا مع بعض. وكمان ده بيعلي ايه بالظبط او بيدعم ايه؟ بيدعم دايما ان احنا بنقول نشتغل على الفيديوز بشكل كبير، واحنا بنشتغل لازم نكون بنشتغل على الفيديوز بشكل كبير لان دي من الحاجات المختلفه او المهمه جدا جدا. لذلك لما بنيجي نشتغل على الادز لازم بنطلع اكتر من كرييتيف. تعال كده نشوف ده ممكن يكون بيحصل ازاي او ده بيمشي ازاي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده او لما كنا بنتكلم في اول مره اتكلمنا فيها كنا بنتكلم على ان في استراكشر لكل كامبين، ده هتلاقيه في الميتبس اللي فاتت بيكون في استراكشر لكل كامبين. طيب اقل المفروض احنا هنا لما بنيجي نتكلم في الكريتيف اقل مجموعه اعلانيه لازم تكون بتحتوي على 3 اعلانات بحد ادنى. يعني انا لما باجي اشتغل على اي كامبين كامله لازم يكون فيها 3 اعلانات بحد ادنى. ال3 اعلانات دول لازم ممكن يكونوا بما يعادل حوالي 3 كرييتيف مختلف. تمام، انا عندي 3 كرييتيف مختلفين، ال3 كرييتيف دول هما اللي المفروض انا ببالانس ما بينهم وبشوف انهي فيهم احسن، بشوف انهي ببالانس منهم وبشوف انهي فيهم احسن. كمان لما باجي اشتغل على الهيد لاين بقدر ان انا اضيف من 1 لـ5 هيد لاين. طب هل ده مناسب ولا انا بالنسبه لي اشتغل عليه ولا لا؟ طبعا ده مهم جدا جدا جدا. لما تيجي تشتغل على اي اد لازم يكون انت عامل حسابك ان انت بتبني اكتر من هيد لاين، حوالي 5 هيد لاين، وكمان المفروض ان انت بتبني الديسكريبشن بتاعتك بشكل مباشر لان دي من الحاجات برضو المهمه جدا جدا. وانت بتضيف الجزء بتاع الديسكريبشن لازم يكون فيه اكتر من ديسكريبشن تعتمد عليه. هنا المفروض فيسبوك بيعمل ماتشنج ما بين الديسكريبشن اللي انت كاتبه وما بين الكرييتيف اللي محطوط وما بين السي تي اي بتاعت العميل او الاكشنز اللي بياخدها العميل بشكل كامل او الاكشنز اللي بياخدها العميل بشكل كامل. فدي من الحاجات المهمه جدا 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 وانت بتشتغل عليها في ال بتشتغل عليها في الاد بتاعك. ودايما احنا بنعمل حسابنا في زي ما قلنا في الهيدلاين والديسكريبشن ان انت بتضيف ديتيلز كتير كتير في الهيدلاين. اهم حاجه ان انت بتحط الهيدلاين اللي يكاتش العميل، بيحط الهيدلاين اللي يكاتش العميل بشكل مباشر. تعالى كده مثلا بنقول ان احنا دلوقتي شغالين على بما يتناسب مع الصوره على ان احنا نقدم خدمات مجانيه ل3 شركات مصريه. فتعالى مثلا هنا بنقول المفروض خدمات مثلا مجانية،
لشركات مصرية. تمام، طيب تعالى مثلا هنا نشوف احنا لو محتاجين نعمل مسج، لا انا محتاج ان هو يعمل ابلاي ويبتدي جوين معايا في ان هو يحجز الخدمة دي. طيب تعالى هنا في الديسكريبشن، تمام، هنقول مثلا نظرا، تمام، لمسؤوليتنا الاجتماعية المجتمعية، تمام، وانا هنا بحاول ايه بالظبط، بحاول ان انا ابين الجزء الخاص بالمحتوى بتاعي. تعالى كده نتأكد ان الكرييتيف ده متناسب وان هو محتاج على طبعا بلاش ده، شكرا، نضيف حاجة تانية ابلود ونشوف كرييتيف تاني. وانت بتشتغل على كده لازم تضيف اكتر من كرييتيف وتضيف اكتر من دايناميك هيدلاين، بحيث ان ده هيفرق معاك كتير جدا جدا وانت بتشتغل على. احيانا كنا بنضيف هيدلاين واحد ومعاه ديسكريبشن وخلاص احنا عملنا لونش للاب. طيب تعالى هنا نحسب حسبه كده كويسه، احنا دلوقتي بنتكلم في 3 كرييتيف. طب احنا هنا 3 كرييتيف بالنسبه لنا، المفروض ال3 كرييتيف كل واحد منهم بيساوي حوالي 5، بيساوي ايه؟ حوالي 5 من من الهيدلاين والديسكريبشن وهكذا. فانت محتاج تطلع هنا كام كونتنت؟ انت معاك 3، المفروض كل واحد منهم بتطلع ليه 5، فانت معاك المفروض 5 عناوين، تمام، وكمان المفروض زائد هنا المفروض 5 محتوى مختلفين، تمام. ده المفروض انت كده في كامبين واحدة، فلما بنيجي نشتغل كامبين لازم بنطلع لها مينيموم 3 كرييتيف عشان نقدر نبالانس ما بينهم، والمفروض الكرييتيفز دي تكون مدمجة ما بين 2 فيديو وواحد صورة او صورتين وفيديو، ويكون بيجيب وجهة نظر المنتج او البنفيتس بتاعة المنتج للكلاينت بتاعي. وده بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان انا بقدم في كل كرييتيف منهم حوالي 5 عناوين و5 محتوى او تكست مختلف علشان ينسق معايا او يشتغل معايا على الجزء ده بشكل كبير، ان انا اقدر اكاتش العميل بافضل طريقه ممكنه، وان انا اوصل للعميل بافضل طريقه ممكنه. فلما نيجي نشتغل على ده لازم نشتغل على ان احنا نحدد الاستراكشر بتاع الكامبين وتحديدا في جزء الكريتيف. دلوقتي بقينا كمان نعمل ايه؟ ان احنا نبص على الكريتيف قبل ما نحط استراكشر الاعلان، نبص على الكريتيفز قبل ما نحط استراكشر الاعلان ونكون متاكدين. تعالى كده انا قلت لك احنا هنعمل 3 كريتيف مختلفين او 3 ميديا مختلفين. طيب ال3 ميديا دول لو انا حطيتهم في الاستراكشر وجيت بعد كده لقيت ان انا مش متوفر عندي غير صوره واحده، مش متوفر عندي غير فيديوهين بس، فهنا ناقص عندي كرييتيف تالت، فهنا العمليه بالنسبه لي اجمالا بدات تجيب حسابات غلط، لان انا عامل حسابي ان انا هتيست في كل كرييتيف منهم فكره معينه او طريقه معينه او شغل معين، فكده بالنسبه لي في فكره اتضربت. فانا ازاي هقدر اقارن ما بين ده وما بين ده؟ هبتدي ان انا اشتغل على المقارنه بين الجزء ده والجزء ده ازاي من غير ما انا او التلت اجزاء من غير كرييتيف محدد، تمام. فدي حاجات مهمة جدا جدا وبتوقعنا كتير واحنا بنشتغل. يعني انا عملنا الاستراكشر وخلاص احنا هنشتغل على 3 كامبينز مختلفين، وال3 كامبينز دول كل كامبين فيهم المفروض 3 كرييتيف، فانا كده بالنسبة لي حوالي 9 كرييتيف، فلا انا مش متاح عندي او الديزاينر او التيم ما طلعش غير 6 كرييتيفز بس، فانا بالنسبة لي هنا عندي مشكلة، بالنسبة لي هنا عندي مشكلة في الكرييتيفز نفسه، تمام. فخلينا عبال ما دي يتحمل او اختيار المفروض اختيار السي تي اي، اختيارات السي تي اي لازم تتماشى، اختيار السي تي اي لازم تتماشى مع لازم تتماشى مع اختيار السي تي اي لازم تتماشى مع الكونتنت والميديا، تمام. ما ينفعش ان انا اختار سي تي اي ملهاش علاقه، يعني هنا انا بقول لهم يعملوا ابلاي علشان او انا محتاج الداتا بتاعتهم علشان اشتغل على مع شركات مصريه، فما ينفعش ان انا اقول له سيند مسج او جيت
كوت وهكذا والكلام ده طبعا احنا عارفينه شفناه او اتكلمنا فيه قبل كده، لكن ستيل في ناس لما بنيجي نراجع الحسابات بتاعتها بنلاقي نفس القصه دي، بنلاقي المفروض ان هي حاجات بدائيه بس بنلاقي نفس القصه دي، بنلاقي نفس المشاكل دي. هنا لما تيجي تشتغل على الستارت كونفرجن او تشتغل على الكونفرجن الكونفرزيشن احيانا كتير مش بنبتدي نحط كونفرزيشن المفروض للعميل، مش بنحط كونفرزيشن ازاي او ممكن ما بنشتغلش عليها ازاي، واحنا بنشتغل على الكونفرزيشن بيخش احيانا العميل يبتدي ان هو ياخد كل السي تي اي الخفيفه بالنسبه له. لا احنا محتاجين العميل يتعب ويكتب بايديه ويسال عشان نتاكد ان العميل ده جاي فعلا مناسب، العميل ده مش جاي كده وخلاص او عنده مشكله او هو دخل على الاعلان بالصدفه فالريد داسك كليك عشان يبعت مسج وخلاص. فدايما دايما واحنا بنشتغل على الستارت كونفرسيشن بنخليها المفروض ان هي فاضيه، العميل يخش يكتب بنفسه يشوف انت محتاج ايه وشفت الكرييتيف واقتنعت بيه ودوست سند مسج او ابلاي او ايا كان ودخلت خلاص انت اوريدي مقتنع، فاكتب بقى اكتب اللي انت محتاجه او اشتغل على اللي انت محتاجه. فدايما بنشتغل على الستارت كونفرسيشن، والستارت كونفرسيشنز دي بنحدد منها كمان بنشيل منها كمان اي كويشنز او اي اسئله احنا بنشتغل عليها وبنسيبها له فاضيه، بحيث ان العميل خلاص انت بقى انت المفروض ابني انت بقى شوف انت محتاج ايه، اكتب انت ايه المسج اللي انت محتاج تشتغل عليها او الطريقه اللي انت او اكتب اللي انت محتاجه تسال عليه وهكذا. فبنشيل المسجز اصلا ومش بن ايه مش بنحبذها بشكل كبير، ومش من الحاجات اللي بنفضلها فبنعملها هنا خلاص. فبيظهر للعميل ان هو زي ما في المثال كده يكتب ايه المسج اللي هو محتاجه. فمن الافضل دايما في ناس تقول لا انا هحط له الاسم والعنوان ورقم، اوكي تمام مفيش اي مشكله ده في الليد فورم تمام، بس انت هنا لا انت محتاج دايما العميل بتاع المسج سيب العميل يكتب يقول احتياجه بالظبط عشان تعرف توجهه، خصوصا كمان لو انت معاك المفروض مودريشن شاطر يقدر ان هو يفولو اب مع الايه مع العملاء ويبتدي يشتغل على العملاء. جزء التراكنج كده كده انت بتقوم باني الباكس بتاعك والايفنت بتاعك، فمهم جدا ان انت تشتغل على جزء الايه التراكنج والباكسل، وونس ان انت اخترت البيج هو بيسمع معاك كمان بيسمع معاك بيسمع معاك الايه الايفنت بشكل مباشر او بيسمع معاك مسج بشكل مباشر. فمن الحاجات المهمه جدا او النقطه اللي خلي بالنا منها كمان لما بنيجي نشتغل على الانستجرام بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ما نشتغلوش زي ما احنا اتكلمنا قبل كده من نفس الاكونت او من الاد اكونت، لو عرفنا نشتغل من الاكونت الخاص بانستجرام ده بيكون افضل وبيدي نتائج افضل بكتير. تمام طيب ده تقريبا كل الاجزاء اللي في الادز، انت لازم يكون الكريتر زي ما قلنا بتاعك واضح وصريح في اول دقايق. وتعالى كمان نتكلم عن الجزء الخاص ب كنا احنا اتكلمنا عن الافكار بتاعت المحتوى، احنا قلنا ان انت بتجيب الافكار بتاعت المحتوى من المنافسين تمام ومن اسئله العملاء تمام وفوائد المنتج تمام في فوائد المنتج. فمن الحاجات المهمة جدا اللي انت بتفكر فيها قبل ما تشتغل على الاد، انا هشتغل على نفس اللي بيكون مع المنافسين او محتوى بشوف محتوى المنافسين وابتدي اشتغل عليه، ولا بشتغل على اسئلة العملاء بجيب الاسئلة بتاعت العملاء بشكل كامل سواء من الكول سنتر او من السيلز تيم او من ال البيج نفسه في الكومنتس والمسج، او بشتغل على البنفيتس بتاعت المنتج واطلع منها الكريتيف بتاعها. فدي من الحاجات المهمه، ومحتاج ان انت لو حضرت الميت اب بتاع النهارده او سمعت وتشوف الميت اب الخاص بالميديا بلان عشان تقدر ان انت تطلع فعلا الحاجات دي بشكل كبير، وتكلمنا فيها عن الاستراتيجيز المختلفه اللي بتشتغل بيها على الجزء ده. من الحاجات المهمة كمان وانت بتشتغل على
الاد او انت بتشتغل على الادز، ان انت تفولو اب دايما لو انت شغال على اكتر من اد، تفولو اب على الاكشنز اللي بتتاخد بيتناسب مع العميل، وتتست هل العميل فاهم الكونتنت ده ولا لا، العميل هل هو فاهم اللي احنا بنقوله، فاهم ان احنا بنتكلم على كونتنت انهي كونتنت بالظبط، وفاهم هو جاي يطلب ايه ولا العميل جاي بشكل مختلف. كنا ممكن بنتكلم او كنا بنشتغل على كرييتيف خاص ب في الصيف اللي فات على لوشن للمصيف او للناس اللي بتروح الصيف، وعلشان المية بتاعة البحر وهكذا. بعض العملاء فهمت الكونتنت غلط، فكرت ان هو حاجة تانية ليها علاقة بسان بلوك او ليها علاقة بإشعة الشمس وهكذا، او هو بيحمي من إشعة الشمس. ده بعد ما عشان ما حصلش عليه فولو اب، جه عدد من المسج كتير جدا، حوالي اكتر من 56 مسج في اول الاعلان ما ابتدى. وفي الحاله دي كان في مشكله في الكرييتيف ده، بدانا نوقف الكرييتيف، بدانا ناخد اكشنز عليه. لذلك لما تيجي تشتغل على كرييتيف لازم تعمل له تيست وتشتغل عليه بشكل كبير، وتيست الكرييتيف ده هو شغال معايا بشكل مباشر ولا لا، شغال معايا صح ولا شغال معايا جايب وجهة نظر تانية مختلفة للعميل، العميل ما فهموش ولا العميل فهمه وهكذا. فلما تيجي تشتغل على أكتر من كريتيف أو تيجي تشتغل على أكتر من كريتيف، لازم أنت تست ما بينهم وتشوف النتائج في الأوائل، في أول كام ساعة للأد بشكل مباشر. تمام، خلينا كده نشوف لو في حد عنده سؤال في الجزء ده، أو محتاج يسأل على حاجة في ما يخص الجزء بتاع الآد، ولو حد عنده سؤال يجاوب عليه. اوكي عمر اتفضل، المايك مفتوح. عندي سؤالين لو سمحت. اتفضل. أول سؤال، لو أنا حضرتك قلت لو أنا ما عنديش أكتر من كريتيف، يعني لو عندي صورة واحدة وفيديو واحد، أقدر أشتغل إي بي تيستنج أفضل ولا ملهمش علاقة؟ تشتغل بصورة واحدة، تقصد عندك صورة واحدة وفيديو واحد؟ آه، صورة واحدة وفيديو واحد، فممكن أعمل 2 أدسيت وأغير هنا مثلا التست التكست سوري وهنا التكست وأشتغل إي بي تيستنج. تمام، بس انت كده مش بتبقى بتست كرييتيف، انت كده بتبقى بتست تارجت اودينس مختلفين على نفس الكرييتيف، خد بالك لان ده بيفرق في موضوع التيست. انت هنا محتاج تتست ايه، لان لازم تكون محدد. لو انا بتست كرييتيف انا تمام، انت كده بتست الاثنين كرييتيف على اثنين تارجت اودينس مختلفين، خلي بالك لان انت كده مختلف. الا بقى لو انت تحط الاثنين ادز تحت تحت اد سايت واحده، فهنا انت شغال على كرييتيف مختلف، او شغال على نقط مختلفه من الكرييتيف، فاهم قصدي؟ اه فاهم قصدي، تمام، فانت يعني في فرق بين اتفضل. اتفضل اتفضل. يعني انا دلوقتي لو عندي اكتر من كريتيف مختلفين ساعتها دوت ما هيبقى افضل، لكن انا لو عندي كريتيف واحده او اتنين بالكتير ساعتها احط الاتنين تحت بعض واشتغل اي بي تيستنج هيبقى افضل. طبعا بيشتغل التيست بقى على ان انت كده بتحطهم نفس يعني كنا بنتكلم في نقطه قبل كده كذا مره، ان احنا بنشتغل على بوكت اوف اودينس، يعني انت الكرييتيف في نفس الكامبين، التو كرييتيف في نفس الكامبين هيروحوا لنفس البوكت اوف اودينس. انما لو انا حطيت الكرييتيف في اكتر من كامبين مختلف، انا كده بتست مش الكرييتيف بس، انا بتست كمان الاد سيت، سواء بقى بادجت او تارجت اودينس او هكذا. فخلي بالك انت وانت بتست او انت بتعمل تيست، انت بتعمل تيست على ايه؟ انا بعمل تيست على الكريتيف ولا على الكريتيف و بعمل على الكريتيف وعلى الاد سيت والتارجت اودينس وهكذا، يعني انت بتست ايه؟ فخلي بالك ان ده بيفرق. وعايز اقول لك على حاجه، ان احنا فعلا فعلا زي ما كنت بقول لك من شويه، اهم حاجه بالنسبه لنا، اهم حاجه دلوقتي بقينا نشتغل من الكرييتيف للاسيت للكامبين. يعني انا بقيت اعمل ايه؟ بقيت ابص على الكرييتيف وافكر ده الكرييتيف ده هيروح لانهي تارجت اودينس بالنسبه لي، انهي تارجت اودينس، انهي تارجت اودينس في الباير او الباير بيرسونا بالنسبه لي، اللي هيشوف الكامبين دي او هيشوف الكرييتيف ده وهيماتش معاه. لان احيانا كتير بلاقي الديزاينر او الشغال
في اللي شغال في الكامبين نفسها او شغال على الكامبين هو مطلع لي كرييتيف ملوش علاقه باللي انا كنت محتاجه، يعني ايه ده مطلع لي حاجه مش ده اللي انا كنت طالبه، فبالتالي ده مش هيماتش مع التارجت اودينس في دماغي. لا انا بقيت اعمل ايه بقى؟ بقيت ابص خصوصا لو الديزاينر او اللي شغال في الكريتيف هو مش حد من اللي دايما شغالين معايا او دايما اللي فاهمين الكونسبت بتاع الكونسبت بتاع الشغل نفسه. لا انت خلاص وريني الكريتيف وبناء عليه اشوف هل ده متناسب مع اي باير بيرسونا انا اشتغلت معاه ولا لا، او من ضمن الباير بيرسونا بتاعتنا ولا لا، وبناء على ده نبتدي نحدد بقى انا هوزع بقى الكريتيف بتاع اكتر كام اد سيت وكام كرييتيف سوري كام كامبين وهكذا، لان دي يعتبر التول اللي معايا الماتيريال اللي معايا، فالماتيريال دي هشتغل بيها ازاي بدل ما اقعد اعمل استراكشر واتعب نفسي في الاخر هو ما يعرفش يطلع اللي انا محتاجه. فاهم قصدي؟ والكلام ده اصلا حضرتك مشروح بشكل مفصل في هاو تو كريت ميديا بلان، لما حضرتك كان في اكسل الشيت كان اكتر من هيدلاين واكتر من باير بيرسونا واكتر من كريتيف، واحنا بنماتش دوت مع اللي يناسبه. بالظبط كانت مشروحه كويسه جدا يعني هناك. بالظبط هو عشان كنت كده كنت اسالك، بسأل اتفضل كمل، كان اسال عشان السؤال كده التاني. عشان كده كنت لسه بقول من شويه هو يعني الناس اللي بتشوف الميتاب ده تبص على الميتاب بلان هيسهل عليها الميتابس اللي فاتت، يعني هيسهل عليها بشكل كبير الجزء ده، يعني هيفرق معاكم بشكل كبير ان شاء الله. يعني إن شاء الله. كان السؤال التاني، معلش، هو خارج السيشن، سؤال بس شخصي. أنا كنت لسه ستارت أب في المجال، يعني ما بقاليش 3 شهور. أنا عندي نولج كويسة، خدت كورسات كتير، بس كان عندي مشكلة إن أنا لما كنت أقدم على أي جوب كان ناقصني حتة التطبيق. فأنا جبت مثلا منتجات بسيطة واشتغلت عليها، عملت 2 كامبين والحمد لله اشتغلت معاك كويس. فنصيحة من حضرتك، أنا لسه في الأول، هل ادور ان انا اجيب عميل واجيبه ازاي، ولا اني اركز اكتر ان انا اروح اقدم في شركه والشركه دي ممكن تبان ازاي، مع اني انا الفتره دي كلها طورت السكيلز اللي عندي، يعني اتعلمت ديزاين وتعلمت ان انا ازاي اعمل ريلز والكلام ده كله، واشتغلت على نفسي كويس جدا. فايه النصائح اللي ممكن تقدمها لي يعني في الاول؟ تمام، يعني احنا دلوقتي انت مثلا شغال بقالك فترة قريبة ومحتاج ان انت تطبق، بس الشركات اللي انت محتاج تطبق معاها هي بتبقى طالبة تطبيق، بتبقى طالبة حد هو اوريدي مطبق قبل كده او اشتغل على التطبيق بشكل كبير، صح؟ ده قصدك، صح؟ حضرتك طيب برضو في محاضرة سمعتها لحضرتك قبل كده لما قلت القاعدة اتشقلبت، اللي هو انت الأول كنت بتقدم على شركة وتتدرب بعد كده تشتغل، دلوقتي القاعدة اتشقلبت اللي هو انت تشتغل وتوري شغلك، فالشركات ساعتها هتطلبك، أو لما تيجي تقدم عليهم فعلا هيلاقوا انك مناسب معاهم. بالظبط. بص هقول لك على حاجه، انا عندي راي يعني في الموضوع ده ودايما برشحه لاي حد، ويمكن لما انا عملت ده لما انا جيت اعمله عملته بالصدفه، يعني ما كنتش مخطط لده لكن نجحت، ولما ببلغ باي حد بيمشي فيها بتنجح. ما تستناش او بلاش ان انت تبقى مستني ان انا هيجي لي انترنشيب او ان انا ايه الطريقه اللي اشتغل بيها او حد يديني الفرصه ان انا اطلع اللي عندي، او ان انا ابتدي يقول لي خد الاد اكونت اهو بتاع الشركه وخد الفيزا بتاعتنا وخد الداشبورد بتاعتنا وابتدي اشتغل. لا خالص، ده مش هيحصل، تمام؟ الا بقى لو في حد هو محتاج حد يعني زي ما بيقولوا كده عليه ايه يسبورت يزق كده بس، ومش هيخليك تمد ايدك كمان في الاد اكونت، لان هتمد ايدك في الاد اكونت الدنيا مش هتبقى مفهومه بالنسبه له، الدنيا هتضيع يعني. تمام، فالصح هنا ايه؟ الصح في الحتة دي ايه؟ ان انت لا اللي انا المفروض هخسره من مجهود مقابل لا شيء انا اطلعه في هيئة مجهود مع شغل اقدر اشتغل بيه. تعالى كده مثلا ناخد مثال، انا علشان ابتدي اشتغل او علشان ابتدي اشتغل او اطلع الشغل بتاعي في الميديا باي ايه اللي انا محتاجه وهل انا اقدر اوفر ده لنفسي ولا لا؟ اول حاجة انا محتاجها المفروض ايه؟ منتج كمثال، تمام؟ أنا أول حاجة محتاجها منتج، تمام؟ طيب بعد المنتج إيه تاني؟ حساب إعلاني. إعلاني، تمام؟ غير الحساب الإعلاني مدفوعات، يعني طريقة دفع، ودي يعني بغض النظر عن المشكلة اللي فيها دلوقتي بس هنقول إن إحنا محتاجين طريقة دفع.
بعد طريقه الدفع انت خلاص معاك المنتج ومعاك الحساب الاعلاني ومعاك طريقه الدفع اللي انت هتدفع بيها، نقول شركه شحن او شحن عشان يشحن لك المنتجات بتاعتك. تمام، ايه تاني؟ بس انت ده اللي انت محتاجه بلس ايه مبلغ بسيط. تمام، في كل الحاجات دي هل انا اقدر اوفرها؟ او اي حد في الدنيا يقدر يوفر الكلام ده، مش محتاج بقى حد ومحتاج شركه والكلام ده كله خالص اطلاقا. طيب تعالى كده نشوف ده ممكن نطبقه ازاي. منتج انت ممكن تعمل ايه؟ اي منتجات، تمام، منتجات من الاسواق المختلفه، اي سوق، من العتبه، من المسكي، من بورسعيد، من اي حته، اي منتجات. ومش شرط تجيب المنتجات الغاليه، لا انت هات اي منتج وابتدي انت اعلن عنه وابتدي ان انت تصوره وابتدي ان انت تتكلم عنه واعلنه. الموضوع بقى سهل، ممكن تصوره بالموبايل وتعمله ديزاين وهكذا. كل الناس اللي بتشتغل في اللي بتشتغل في الموضوع ده بشكل كبير، الناس اللي بتشتغل في الملابس، الناس اللي بتشتغل في الاكسسوارز وهكذا. وانا لما بدات اعمل ده على فكره بداته في مع اكسسوارز، جبت اكسسوارز وكنت شاركت حد علشان اخد الاكسسوارز دي وبدات اصورها على باك جراوند مختلفه، وبدات ان انا انزلها وان انا اشتغل عليها ادز وزي الفل والدنيا مره والتانيه ومشيت والدنيا خلاص، انت مش محتاج حد تاني. طيب انا مش معايا ولا جنيه، مش معايا ولا جنيه اجيب منتج، يعني معيش ولا جنيه اجيب منتج، هعمل ايه؟ هخش على الاقل على الجروبس او تليجرام مثلا. تمام، ومن تليجرام هتعمل سيرش على اي اندستري انت محتاج تشتغل فيها. والله انا محتاج اشتغل في اي حاجه، هنقول ملابس. تمام، اكتب بس كلمه ملابس هتلاقي مصانع قد كده وبتديك الصور يعني كواليتي عاليه جدا جدا جدا، ومن خلال الصور دي تبتدي ان انت تماركت ليها وتحط الصور بتاعتك از سوشيال ميديا وتبتدي ان انت اعمل الادز بتاعتك. وبعد كده لما يطلب منك اوردر قول لهم يا جماعه انا محتاج الاوردر ده، واشحنه على العميل والعميل هيدفع مصاريف الشحن وهم هيشحنوا لك دايركت وانت هتاخد البنفيتس بتاعتك. يبقى انت اشتغلت ادز وجربت بايدك وهكذا. مش لازم تجرب اول اعلان بمليون جنيه، يعني ممكن تجرب اي مبالغ. لو انت خصصت 20% من الشغل اللي انت بتشتغله في العادي، اكيد انت بتشتغل اي شغلانه اشتغل وتخلص خلص منه 10 20% مقابل ان انت مع الوقت تتعلم ده هتتعلم ده. حساب اعلاني اي حد يقدر يفتح حساب اعلاني، حساب اعلاني ده اي حد يفتح يقدر يفتحه ومش بيكلفك اي حاجه. طريقه الدفع دي برضو بغض النظر عن الايشوز محطوطه الفتره دي، لا تقدر توفر طريقه اعلان زي ما نقول مثلا ايزي باي. تمام، ايزي باي، وهتطلعها بكام؟ هتطلعها ب 30 جنيه ماكسيمم. ماكسيمم لو انت الموضوع غالي معاك قوي هتطلعها بكام؟ 100 جنيه. تمام، زي الفل، مش هتكلفك حاجه برضه. شركه شحن، اي شركه شحن تاخد منك، في شركات شحن كتير، بلاش شركه شحن، روح انت وصل عادي جدا، مش مشكله، روح انت وصل ووفر مصاريف الشحن. فاي حد يقدر يشتغل من غير ما يستنى الفرصه او ما يستنى حد يوفر له الفرصه ان هو يشتغل يبتدي يفتح وهكذا. ومع الوقت انت هتاخد بقى الاكسبيرينس بتاعتك، الامور بالنسبه لك هتبقى ماشيه بشكل مباشر. ده الكلام ده لاي حد هو محتاج يطبق في الميديا باينج تحديدا، وبشكل عام في اي حاجه انت محتاج تطبق عليها. بتاع الكونتنت يقدر يعمل كده، بتاع الاس اي او يقدر يعمل كده، يجيب دومين ب 30 جنيه او بكام. في دومينز دلوقتي عامله 3 و4 دولار، يعني مش هتكلفه اي حاجه باي اسم، ويبتدي ان هو يرفع على اي هوست، وفي حاجات بتتباع دومين بالهوست، ويبتدي يا باشا كرييت الويب سايت ويبتدي انت تشتغل اس اي او. ما تستناش حد، ما تستناش حد يجي يقول لك يلا تعالى جرب فيا او تعالى اشتغل او هكذا. فاللي بيبقى محتاج يشتغل بيدوس في الحديد يشتغل، فانت ما تستناش، ابتدي وطلع نتائج وهكذا. مع الوقت حتى لما تشتغل مع شركه تانيه يبقى انت معاك الكارير المناسب ليك. وممكن برضو يعني دايما الانتيز او المتدربين اللي معانا في ماركتنج ممبر بنقول له دايما اشتغل على منتج انت عندك فيه خبره. زي مثلا وانا في اعدادي كنت شغال في محل مثلا ملابس، محل احذيه، وعندي خبره فيها وكنت فاهم فرق الاحذيه من بعضها وجلد طبيعي ومش جلد طبيعي ونعل مش عارف ايه والكلام ده كله. باشا هات احذيه وابتدي اشتغل وبيع فيها، انت عندك فيها خبره عادي جدا. والله عندي خبره في حكم وهكذا. هي دي الفكرة، إن أنت تتسخر النولج والحاجات اللي عندك لنفسك. فهمت قصدي؟ يعني أتمنى أكون شرحت لك الموضوع بوضوح. هو وصل بالفعل دوت. انا عملت اوريدي عندي صفحه، اخترت اللي هي دوت الملابس فعلا، ودخلت على التليجرام وجبت فعلا صور منتجات عشان ما كانش عندي امكانيه ان انا اشتري الحاجه دي. طبعا اول ما لقيت وصلت طريقه الدفع ديت حصل فيها مشكله، فانا اشتغلت على حاجه تانيه، لقيت ان الريلز عندي بتجيب ريتش كويس جدا وفيوز كتير، فنزلت ريل بالمنتج
وبالفعل طلب مني كتير يعني فعلا، وشحنت زي ما حضرتك قلت بالظبط يعني، ما سبتش حاجة يعني إلا لما عملتها. ف بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه، الناس مفكره ان الميديا باينج ان انا لازم اكليك اعلانات، لا عادي خالص. الكامبينز نفسها مش معناها ان انت تدفع فلوس عشان تعمل حمله اعلانيه. انا ممكن اشتغل كامبينز دايما في استراتيجي كده بنلعب عليها، ان 75، ودي هتلاقينا قلناها في ميتود من المرات اللي فاتت، 25 75% منها مدفوع. دايما انا يعني انا في طريقه شغلي بعتمد ده، مدفوع اي كامبين بشتغلها، وبعتمد على ان في 25% منهم اورجانيك او مجاني. ليه بقى؟ مجاني بقى لازم نعتمد على حاجات مختلفه. تعالى كده مثلا ناخد الريال استيت اللي هو اكبر مجال فيه طريقه دفع، لازم بشتغل معاه. ريكومنديشن في الجروبس المجتمعيه العاديه، في الكومنتس لازم بشتغل بوستس مختلفه، في جروبس مفتوحه نشتغل اعلانات مبوبه، نشتغل ويب سايت مفتوح عادي جدا، يعني ويب سايت يكون هو مفتوح، او ويب سايت مش لازم باسم البروجكت، لا بويب سايت عادي، عقارات في التجمع بتاع اي بتاع، وانزل فيه بوستس واشتغل عليه اس اي او وهكذا. لازم الكامبين تكون متضمن اعمل ليه؟ لان انا ممكن يجي عليا اوقات في كامبينز الاقي نفسي ايه صارف 100% من البادجت وانا لسه ما حققتش التارجت، فايه اللي هيشيلني؟ لا، اللي هيشيلك يا باشا الايه؟ الاورجانيك اللي انت اشتغلت عليه سواء المره دي او المرات اللي فاتت وهكذا. فانت كده صح، كمل بقى انت يعني اعمل المبيعات دي، ابتدي ابني كابيتال للبيزنس بتاعك، وابتدي انت طلع على هذا الاساس، وابتدي اشتغل بقى تيك توك وهكذا لو انت على نفس المنصه، والموضوع بالنسبه لك هيفرق بشكل كبير، يعني هتلاقي الموضوع معاك فارق. يعني ما توقفش بقى، كمل على هذا الاساس يعني. تمام. انا لو هدفي طيب بعد كده ان انا ادخل في شركة مثلا معينة واقدم، اقدم ده في هري بورتفوليو ولا ايه بالظبط؟ بص اقول لك على حاجه، قدمه في اي بورتفوليو، ايه المشكله؟ يا جماعه انا اشتغلت وكنت بضرب نفسي وبدات احقق ارقام 1 2 3 4، حتى لو الارقام قليله ابتدي. عادي، ايه المشكله؟ وكل وكل اللي كل اللي كل اللي اتحققه خد سكرين شوت وابتدي اعمل لنفسك بورتفوليو من اي تو زي، عادي جدا. تمام. وبرضه حتة اللي هو ال 25% ده مجاني، لما حضرتك برضه قلت إنك تعمل إيميل مثلا خاص بالشركة أو خاص بالمجازة نفسه، ومن خلاله تعمل جروب وتخش الجروبات ديت وتنزل وتعرف الناس برضه محتاجة إيه. بالظبط، حضرتك وده شرحتها برضه كده. بالظبط. ويعني يعني دي ده اللي بينجح على فكره، ان انت تفضل بقى ايه زي ما أيوه بنقول ايه، لازم تفرق كده، يعني تقعد تفرق كده في كل حته علشان انت ايه يعني توصل. يعني اول ما احيانا ما يجيش الا كده، انما انا بقى هقعد مستني اللي يقول لي تعالى خد اكاونتي يلا حاجات اشتغل، ده مش هيحصل، بس تبقى فاهم ده مش ده هيحصل. ده مش هيحصل خالص، يعني ده مش هيتم يعني. ماشي، متشكر جدا لحضرتك، شكرا. العفو. في حد بيسأل بيقول حضرتك بدأت بقالك كتير؟ يعني انا بادئ من سنين، يعني انا بدأت ماركتنج من حوالي 14 15 سنة، و از ادز والجزء ده حوالي مثلا 10 سنين او حاجة مثلا. ف ده تقريبا البداية. كان في حد تاني محتاج يسأل على حاجة؟ في حد رؤية تقريبا ازاي حضرتك يا مستر؟ عامل ايه؟ يا رب تكون ازيك؟ بخير. عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ ربنا يبارك لك اولا على المجهود المبذول ده، اللهم بارك يعني، وخصوصا العلم ده فور فري، فربنا يبارك لك. وكل واحد وواحده بيحضروا مع حضرتك يعني، والاثر والرزق اللي هم بياخدوه يجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله. ربنا يحفظك والله، يعني ده من صديق والله، يعني تسلمي. الله يرضى عنك. أنا كنت محتاجة أسأل على حاجة. أول حاجة فيما يخص الحسابات الإعلانية، لما أنا هاجي أشتغل لعميل، هل لو إعلاناته قليلة يفضل إن أنا أعمل يعني أشتغل من حساب إعلاني يبقى فيه إعلانات متعددة، ولا لازم يبقى فيه ليه حساب إعلاني منفصل؟ ولو هيبقى ليه حساب إعلاني منفصل، فهو المفروض هو بيعمل الأكاونت ويدهوني وأنا ببدأ أستلم وأشتغل عليه، ولا بتكون انا اللي بعمله وبكريت الاكونت وبكريت الاد مانجر وبشتغل عليه من نفسي؟ دي تاني حاجة. تالت سؤال ايه؟ خلينا واحدة واحدة عشان أنا بنسى. ماشي تمام، إحنا أول خلاص، ماشي اتفضل. أول حاجة بالنسبة لنا، لو أنا حساب عميل صغير ومحتاج بيشتغل إعلانات قليلة، هل أنا أشتغله من أكاونتي ولا من الأكاونت بتاعه؟ صح؟
ده السؤال. طيب احنا ايوه بالنسبه بالنسبه للسؤال ده انا عندي في شقين، شق تقني تكنيكال، وشق تاني هو از بيرسونال او كمانجمنت في جزء الميديا باينج. الجزء الاولاني هو از تكنيكال، انا بالنسبه لي اهم حاجه في فكره الاد ان انا يكون كل اكونت خاص باندستري معينه. يعني مثلا عندي عاملين الاثنين ريل استيت، او ممكن اخليهم في اكونت واحد. عندي عامل ثلاث عملاء تانيين هم بتوع اي كوميرس، فبحاول على قد ما اقدر ان انا اخليهم في اد اكونت واحد. طب لو هو عميل صغير والمفروض ان انا بعمل له اعلانات على فترات متباعده، او ممكن اخليه على نفس الاد اكونت مش هيأثر معايا، او ان انا بعمل له اد اكونت منفصل. ده بالنسبه للجزء التقني، ليه؟ لان البكسل دايما بتسمى على الاد اكونت. احيانا بنضطر نغير البكسل علشان يسمع اودينس مختلفين او تارجت اودينس مختلفين، والبكسل ما تبقاش محمله داتا خاصه باودينس هم اوريدي مش بتاعها. مختلف. بالظبط، يعني تبقى اودينس مختلفين. فده لا ده ده المهم فيه ان لا انا اخلي كل اد اكونت خاص بيه. طيب الجزء كمان التقني اللي بعد كده او التكنيكال، ان احنا دايما بنعتمد على ان يكون في ديفرنس اكونت، اكونت مختلفه بحسابات مختلفه، علشان لو ضرب مني اكونت لا انا بالنسبه لي يبقى انا عندي اوريدي اكونتس مختلفه والشغل بتاعي ما يقفش. ده بالنسبه للجزء ايه التكنيكال. الجزء بقى الخاص بالمانجمنت، لو انا معايا بيمنت بالنسبه لي هقدر ان انا امانج البيمنت بتاعتي، فبشتغل من عندي عادي جدا، والاكونت بيكون من عندي عادي، لكن لازم يكون ليا اثوريتي او فول اكسس علشان اقدر ان انا افصل واشغل وقت ما انا عايز، وما اشتغلش ما يبقاش ليا فلوس او ليا حاجه عند العميل وفي الاخر الاقي نفسي في صباح الخير احنا بره البيزنس اصلا. لا لازم يكون انا ليا الفول اكسس بشكل كامل علشان يبقى انا ضامن جزء شغلي وانت كمان ضامن شغلك. الجزء اللي بعد كده ان احيانا في عملاء بتبقى مش فاهمه، مش فاهم احنا بنعمل ايه، فبتلاقيه جدا. يخش يقعد يلعب في الاكونت. يا حبيبي انت مالك، انت مالكش دعوه، هو جيب جنيه جيب 10، انت ليك في الاخر ايكوال ميزانيه معينه مقابل مبيعات معينه او مقابل ريفينيو معين، فما تقعدش تلعب في الاد اكونت عشان بس ايه ما بوظش الدنيا. فهو ما بيسمعش، لا خلاص انت خليك بره مالكش دعوه بقى بالليله دي، سيبنا احنا نشتغل. فده جزء مانجمنت تاني، فبناء على الشخصيه اللي بتتعامل معاه وبناء على الاكونت او الجزء الايه المانجمنت. ولو العميل الفيزا بتاعته او الدابت اللي هيدفع فيها هي بتاعته، لا خلاص خليه على اكونته علشان ما تخشش بقى في هاسل ومشاكل ان انا اتسحب من عندي كذا ما تعرفيش راحوا فين. طب انا مالي، انا ده في الحساب الاعلاني، يعني انا مالي ما رحتش انا الاي تي ام وسحبتها اصلا انا مش اه عارف. عشان ما تخشش في هيصه ملهاش اي لازمه، فلا خلاص خليك على الاكونت بتاعك، واحنا ضفنا على الاكونت بتاعك، وفي الحاله دي احنا بناخد كل ايه الـ مش بناخد رفيق ديبوزيت وهكذا، لا احنا بناخد ايه الفول فول اكسس. الفول اكسس، وبنبتدي نشتغل عليها، او باخد الفلوس بتاعتي كامله كشركه او لو انت كشخص، وبعد كده نشتغل عادي وخليك على اكونت وقت ما تحب تفصل او وقت ما تتغير كلامك. طيب احنا خلاص اوريدي حساباتنا شغاله، وليه في ما بيننا كي بي ايز اخر الشهر بتحاسب عليها. ده السؤال الاولاني. السؤال طيب الثاني، السؤال اللي بيترتب على السؤال ده هو بقى ايه الصلاحيات اللي بتبقى للعميل على الاد مانجر او على الاعلانات نفسها. طب ليه انا بسأل حضرتك السؤال ده؟ ان في ناس ليها اراء مختلفة، بس انا في حاجة بتريحني نفسيا في الشغل. ايه هي؟ يعني انت ممكن تكون بتعمل للعميل من الحساب الاعلاني بتاعه، وهو بيبقى ليه فول اكسس، بيدخل ياخد سكرين من الإعلان، انت عامل دي ليه، انت عامل دي ليه، ما انت هو عامل بص دي ليه. فعشان اشرح له الكلام ده انا انا محتاجة اشرح له فاهمك، كورس كامل بقى. انا فاهمك. عشان كده دايما كنت لسه بقول لك ايه، على حسب الشخصيه اللي معاك، كنت لسه بقول لك جزء مانجمنت عشان حسب الشخصيه اللي معاك، يخش يسال يخش مش عارف ايه. واحيانا على فكره بيتطلب الموضوع ان انا لا الاد اكونت ده مش مظبوط معايا، انا هنقل شغله على اد اكونت تاني هو ممكن يجيب معايا وهكذا، هو بقى عشان يفهم القصص دي مش هيفهم. فبالنسبه لي انت ليك في الاخر نتيجه، اشتغلت بقى من زيد من عبيد من اد اكونت مختلفه، انت اصلا مالكش دخول على الاد اكاونت اصلا، يعني مالكش دخول على الاد اكاونت.
فلا يعني انتي دي تبقى مثلا من ضمن البنود بتاع شروط الشغل، اه يعني هي طبعا تكون مثلا ان انت دي من ضمن البنود اللي احنا بنتفق عليها قبل اي شغل. اه بالظبط ان انت لا ما ان برضو في بعض العملاء تلاقيهم يقلد الاعلان، او يشتغل معاك شهر واتنين وتلاته وبعد كده يقلد الاعلان وبالسلامه كده شكرا. يعني ما هو بيبقى مفكر ان هو كده تمام، يعني هو مفكر ايه، انا شايف الراجل اللي بيدهن الحيطه بيعمل ايه، بيحط الفرشه في الجردل، سوري يعني انا اسف، ويزق على الحيط، خلاص انا هعمل كده، بالظبط. يعني نفسه طلع شكل يعني ملوش علاقه. فده ده طبيعي يعني. بص بقى برضه هقول لك على حاجه، ده بيعتمد على ايه، ده بيعتمد على نوعيه العميل اللي انا بختاره. يعني ايه نوعيه العميل اللي انا بختاره؟ يعني مثلا لما بيجي عميل يشتغل مثلا معانا ميديا باينج، مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم في الفيرست كول احنا المينيمم بادجت بتاعتنا اكس، المينيمم كوست بتاعتنا اكس، والمينيمم دويريشن بتاعنا المعدل الوقت اللي احنا بنبتدي نشتغل فيه مينيمم 3 شهور مثلا، تمام؟ ده بسم الله الرحمن تمام. الرحيم. فده بيخلينا في ليميت معين او في ليفل معين مع العملاء. في ناس تاني لا، انا ممكن اشتغل باي بادجت، ممكن اشتغل في اي زبونه، ممكن اشتغل في اي اكونت وهكذا. ففي الحاله دي انا لازما، انا برضو كميديا باير او كحد بيشتغل في الماركتنج، لازم ومن الضروري جدا 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 ان انا بكون بختار العميل اللي انا بتعامل معاه. مش اي حد يجي يقول لي يلا يلا اللونش يلا اللونش على طول، لا لازم انا بكون بختار العميل ده. طبعا بيعتمد على مستواي انا في الشغل، بيعتمد على الكباسيتي بتاعتي في الشغل، بيعتمد على امكانياتي والجوده بتاعتي في الشغل، اللي بتعتمد على خبرتي وهكذا. فكل واحد لازم يكون اصلا، حتى لو هو مش بيختار العميل، لازم يكون عارف هو معاه انهي نوعيه من العميل عشان يعرف يتعامل معاه. تمام بالظبط. ماشي، شكرا لحضرتك جدا. عفوا جدا. اوكي تمام. حد تاني عنده سؤال قبل ما نقفل؟ معلش أنا عندي سؤال، ممكن؟ اه اتفضل. اكيد. معلش أنا دخلت متأخر ومعرفش ميعاد الميتينج أصلا، فأنا حضرت مع حضرتك قبل كده. لا والله يعني حضرتك في اي وقت، يومين في اي وقت، يعني احنا كده كده ميعادنا كل يوم جمعه الساعه 9، فلا حضرتك تنور اي وقت يعني. تحت شكرا امرك. لحضرتك جدا. انا عندي يعني بتاع سؤالين لو وقت حضرتك اه يسمح. اتفضل اتفضل. انا اول حاجه كنت عامل كامبين، تمام؟ الكامبين دي فيها وان اد سيت، الاد سيت دي عامل الاودينس لوك الايك، اوكي؟ تمام تمام. وتحت الاد سيت عامل 4 اد، تمام؟ 4 اد، 2 برودكت مختلفين، تمام؟ تمام واثنين ريلز لكل منتج. تمام يعني هي وان كامبين صح؟ يعني بس عشان ابقى وان كامبين اه مش هي اوكي، هي وان كامبين، والمفروض الوان تمام، كامبين دي جواها ايه؟ وان اد سيت وان اد سيت اه والاد وتاني. سيت ده الاودينس اللي كنت عامله لوك الايك الاودينس كانت عندي وبتجيب معايا مبيعات كويس، اللي بيجي حوالي 7000 او 8000، 7000 او 8000 دول اصلا اشتروا قبل كده، مش عامل لهم يعني، هم مش جايين عن طريق لايكات او حاجه، ده ناس بالفعل هي اشترت وعملت لايك، يعني بيجي بقى لها 3 4 سنين، اوكي تمام. اوكي. الريلز اول حاجه، الريلز ما جابتش معايا اصلا مسجات، كل ال يعني انا كنت عامل 2 ريلز لكل منتج ريل، وصور عاديه لكل اد، يعني هم 4 اد، تمام. الريلز ما جابتش معايا اصلا، حتى الرسائل جابت رساله او رسالتين. كامبين دي كانت شغاله حاجه 20 يوم، تمام، وجابت مبيعات كويسه، تمام. فانا كنت مشغلها لمده شهر، تمام يعني انا كنت سايب الاد شغال لمده شهر، تمام وكان بتجيب مبيعات معايا، وهي كانت انا حاطط 20 يوم، قلت ازود ايام وكده واكمل الشهر. فالفيسبوك من ثالث يوم تقريبا اقترح لي موضوع الاي اي، تمام، قال لي البرفورمانس بتاعك عشان يزيد وكده والكلام ده كله، والكامبين بتاعتك جايبه نسبه كويسه عن الكامبين اللي قبليها والكلام ده كله، الايه اللي انا كنت بشوفه قبل كده وبعمل له سكيب. عملت ال عمل جيت بقى قلت ايه، خلاص انا في ال 20 يوم ممكن اجرب 3 4 ايام
بالـ AI اللي هو هيعمل لي بيه هاي بيرفورمانس يعني. فشغلت، عايز اقول لحضرتك حاجه، انا كده كده اصلا ما بتارجت الناس، الفئه بتاعت السيجمنت بتاعتي الناس اللي الاكونت بتاعهم انجليش، ما بحطش العربي من اول ما بدات البيج اصلا من 3 سنين. بقى بعد اول ما شغلت الاي اي بدا يجيب لي جمهور غريب جدا، ناس بتسال يعني بتتكلم في تفاصيل، والمنتج بتاعهم المنتج عاجبه بس التكلفة بتاعته التكلفة مش عاجباه. فهل انا على طول الاي اي ده حتى ما باجي اعمل اعلان، هل انا بعد كده استخدمه ولا انا استخدمته بطريقة غلط؟ طيب خليني اوضح 3 نقط. اول نقطه ان الجزء الخاص بالريكومنديشن بتاعت فيسبوك دايما دايما ما بنقبلهاش، بنعمل لها سكيب، ولو في اي ابديت انا بالنسبه لي شايف ان هو اقتراحاته صح بروح انا اعمله مانيوال، ما بعملوش من خلاله هو. دي اول نقطه. تمام. تاني نقطه، اللانجوج بتبقى على الاكتيفيتيز بتاعت العميل، مش الاكونت معمول باني لغه. يعني ممكن عميل يبقى هو اللانجوج بتاعته والكومنتس بتاعته والاكتيفيتيز بتاعته هو بالنسبه له بيتعامل انجلش عادي جدا في الشات ما بينه وما بين صاحبه، بيتعامل في الانجلش في الاكونت، يعني هو كتوتال بيهيفير مش بس الاكونت بتاعه معمول بالانجلش. تمام. تالت نقطه، هل انا اشتغل بالاي اي على طول ولا ادني زي ما انا كده بشتغل بالتولكينج بتاعتي والطريقه بتاعتي؟ ده بيعتمد على حسب كل اعلان، مش دايما بتعتمد على اعلان واحد، لان احنا شغلنا دايما استراتيجي متغير. لكن لما باجي كمان اشتغل على ان هو يشتغل الكامبين اي اي، لازم ان انا اكون متاكد 1000000% ان الكرييتيف اللي انا حاطه في اول طلعت الكرييتيف ده هو واضح وصريح ومتارجت العميل بكل البنفيتس اللي هو محتاجها وكل المميزات اللي محتاج يشوفها وهكذا. فلو انا هشتغل بالاي اي وهسيب التارجت اودينس بالنسبه لي مش هلعب فيها او مش هكتب فيها حاجه، لازم اكون الكرييتيف بتاعي صريح جدا. ده اولا. ثانيا لازم كمان الكرييتيف يكون مختلف، يبقى ما ينفعش ان انا اشتغلها بالسنجل استراتيجي كده، ما ينفعش ان انا اشتغلها كامبين واحده واد سيت واحده واد واحده، لا لازم يكون فيها اكتر من اد سيت، ويكون قصادها تارجت اودينس انا عاملهم بايدي، ويكون محطوط كمان اكتر من اد، يعني اكتر من فيديو واكتر من صوره واكتر من اكونت. تمام. سوري، اكتر من فيديو واكتر من اد. ما ينفعش ان انا اشتغلها سنجل كده واعتمد عليها ان هي هتشتغل، هي مش هتسمع معايا اي حاجه. حاجه كمان، مدام يعني دي بقى حاجه مهمه، مدام الكامبين شغاله وبتريزلت وبتطلع لي نتائج بسيبها شغاله ما بجيش جنبها. لو انا عايز بقى احدث في حاجه تانيه بعمل دوبليكيت وابتدي العب بقى ايه في الكامبين الجديده دي، اخليها زي ما انا عايز، يبقى انا ضمنت ان الكامبين اللي شغاله بتحقق نتائج زي ما هي عادي. وبلعب في ايه اكونت بلعب في كامبين مختلفه، وطبعا هتخش بوكت في اودينس مختلفين وهتجيب طبعا نتائج مختلفه، بس اديني بتست وبشوف ايه اللي هيتم يعني من خلال التحديث اللي انا ممكن اعمله ده. فلا، اسيب زي ما انت شغال عادي جدا جدا، ولما تيجي تعمل تحديث او تشتغل بالاي اي لازم تخلي بالك من النقط دي، ولما تيجي تشتغل على تلاقي الكامبين شغاله بشكل كويس ما بتلعبش في الكامبين شبه زي ما هي، واعمل دبل كليك وعدل زي ما انت عايز في اي حاجه تانيه. طيب معلش سؤال تاني، هو بس في الرد الاوتوماتيك اللي انا بعمله اصلا وانا بعمل الاد، لو العميل انا بطلت اعمله لان العميل اول ما بيشوف ممكن الحاجه ما بتعجبوش او السعر ممكن يبص عليه وخلاص، ما يعني ما يردش على المسج. فانا برضو عانيت من نقطه اللي انا مثلا اقول له ايه مساء الخير مثلا، هو المفروض يبقى في يبتدي كونتاكت مع المودريتور، المودريتور يبدا يتفاعل معاه ويشوف ايه الحاجه اللي عجبته يبتدي يكلمه. فاني طريقه انا بحس ان الطريقه اللي انا ارد عليه اوتوماتيك بالرزق بالسعر بكل التفاصيل، بحس ان انا وانا عموما اصلا مش حاطط السعر من بره، يعني انا حاطط السعر انبوكس، فبحس اللي هو اللي انا الرد اوتوماتيك ده مش فعال. فهل حضرتك ترجح معايا ايه برضه؟ طيب برضه حضرتك اشتغلت اكتر مني في النقطه دي.
تمام، هقول حاجه تانيه. احنا كنا لسه بنشرح النقطه دي، كنا بنتكلم على الجزء الخاص بالرد على العملاء. كنا دايما بنعتمد على ايه؟ ان احنا بنسيبها فاضيه تماما ونسيب العميل يسال، لكن ليها شروط، الا وهي اول حاجه لازم يكون الرد على العميل في نفس الوقت، ما سيبش العميل اكتر من 15 دقائق في الرد. يعني لازم يكون اللي بيرد على الاد او بيرد على الكامبين هو قاعد بيرد على العملاء، ما بيعملش اي حاجه. تمام، فلازم يكون ما سيبش العميل بالنهار ورد عليه بالليل، او اسيبه طول الليل وارد عليه بالنهار. العميل هيطير مني، هيفقد الانترست بتاعته، مش هيكون لويال قوي. والعميل وانس ان هو بعت مسج لبيج مثلا خاصه بالاحذيه، هيخرج بره المسج ويروح فيسبوك هيلاقي 50 اعلان احذيه، فاوريدي هو خلاص راح لعميل تاني. فلازم ترد عليه في نفس الوقت، ويكون اللي بيرد هو شخص، مش رد آلي او اي اي او اي حاجه، لازم يكون شخص. دي اول حاجه. تاني حاجة، اللي بيرد على العميل لازم يكون حد بيسيل على العميل، مش بس بيرد على العميل لمجرد السعر كام، بتفضل السعر 50 جنيه، 500 جنيه، لا لازم يكون بيرد بسي تي اي كمان. يعني لما يسألوا السعر كام، اهلا يا فندم حضرتك الاسعار مختلفة، بس في اسعار 1 2 3 4. حضرتك اصلا بتدور على حاجة مهمة، لازم يسيل على العميل وفي نفس الوقت يديله المعلومة اللي هو عايزها، ما يسيبش العميل بيديله المعلومة ويسيبه يمشي، او ان هو يكلمه دايركت وكده ويمشي. لا، لازم هو يسيل على العميل ويحاول يقنع العميل. تالت نقطة، لو العميل جاي من كامبين هي سيلز، الموضوع هيكون سهل جدا. لو الكامبين الاوبجكتيف بتاعتها سيلز، فالموضوع هيكون بالنسبة للمودريشن سهل ان هو يقنع العميل. لو انا برضو عارف ان المودريشن اللي معايا مش قوي كفاية، فبشغله الكامبين سيلز. لو انا عارف ان المودريشن بتاعي قوي جدا ويقدر يقنع العميل، بتبقى نقطة قوة بالنسبة لي، بشغله الكامبين مسج عادي جدا، وبسيب المودريشن هو يبتدي يبيع للعميل في الشات ويقنعه، لأن العميل اللي بيجي من المسج اللي هي الانجيجمنت مش بيبقى بنفس قناعة العميل اللي جاي من الكامبين اللي هي المفروض سيلز، مع الحفاظ دايما دايما على ان الكرييتيف او الاد اللي شغال يكون قوي. الكرييتيف مهم جدا 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 ان هو يجذب العميل وانه يكسب تمام. وهيشتغل. لكن في كل الاحوال انا ما بفضلش اصلا الرد الالي ده في كل المواضيع، يعني سواء اورجانيك اوف لاين طب ما في مشكلة، اللي هي أنا آسف لحضرتك. لا إيه اتفضل. يعني، أنا جيت حسبت لو عندي 1000 رسالة، في حوالي 20% مثلا كده، دول يعني بتبتدي تقول لهم مساء الخير مثلا، بتبتدي تتفاعل معاه، هو ما بيكملش يعني، هو والرد ما مش بي في نفس يعني اللحظة مجرد ولا لا؟ اللي هو الرد في نفس في نفس اللحظة تقريبا. يبقى أنا انا يعني أنا دي عملت برسنتج. سبوت في الكامبين دي، لقيت الموضوع ده يعني ممكن من 15 ل 20% النقطة دي، يعني من 100 رسالة مثلا، من 1000 رسالة ولا ايه. طبيعي في برسنتج بتضيع مني، بس على حسب برضو الكامبين نفسها، هي الاوبجكتيف بتاعتها ايه؟ هل هي كانت انجيجمنت ومسج انجيجمنت ولا كانت سيلز؟ لو سيلز النسبه دي طبعا لازم تكون بتقل، بتتراوح لحد 5% ولا حاجه 4%، انما لو انجيجمنت ممكن توصل للرقم ده عادي جدا. فهمت قصدي حضرتك. انا بس سؤال اخير، ويعني انا اسف على الاطاله، لا 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 ولا اي حاجه. معلش. انا اصلا انا كل هدفي اصلا سيلز، مش انا شغال في النيتش بتاع لعب الاطفال. كويس. فعندي نقطه، لو انا عندي برودكت، انا عندي مشكله اصلا في البيج، كنت رابطها ب اد اكونت، بيزنس اد اكونت، والحساب اصلا الاساسي حصل له مشكله وطار مع البيزنس اكاونت، بقت الصفحه اوريدي مربوطه ببيزنس اكاونت، وانا عشان اشتغل عليها بيكسل واربطها واشتغل عليها كونفرجن، مش هينفع، لازم اطلع الحساب الاعلاني الاساسي، واصلا الحساب ذات نفسه طار، حصل فيه مشكله في الفيسبوك وطار، لازم طار خالص، لما مش حسابي. تتكلم الدعم، لازم تتكلم الدعم يفكها لك، لازم تتكلمه يفكها لك. الموضوع هيطول، ممكن ياخد معاك في حوالي 6 شهور، يعني لان ده حصل معايا كتير. ما انا ماشي في همشي في الاجراء ده ان شاء الله، لان حصل الايميل الاساسي حصل فيه هاك، تمام، والفيس قفله، وكان مربوط عليه الحساب الاعلاني نفسه اللي الاونر بتاع البيج. فانا دلوقتي بشتغل عليها كامبين رسائل بس، رسائل بس، شغال سيلز رسائل، لا فكنت لازم حابب ان اشتغل كونفرجن.
لا لازم لازم اه تتكلم وتحل المشكله دي، غير كده مش هتلاقي حل تاني. لازم ان هم يتكلموا وهم يحلوا المشكله وتواصل معاهم. لان الصفحه بقى لها بتاع 4 سنين معايا، فالصفحه انا حابب اشتغل كوميرشال، فحبيت اعمل حاجه. يعني انا عندي برودكت، انا عارف اللي هو وينر برودكت، اوكي. هل انا ممكن اعمل بيج تانية واشتغل عليها ككونفرجن، والمنتج التاني اشتغل عليه رسائل في البيج بتاعتي الاساسيه؟ انت او رايح حضرتك ايه؟ ممكن تعمل كده، بس لازم يكون بتو براندز مختلفين. يعني هنا تظهر بطريقه وهنا تظهر بطريقه، لان الكام ان انت اشتغلت الناحيه الثانيه ما تاثرش ده على ده، ما تاثرش از براند ده على ده. طب اخلي الاسعار متشابهه؟ والاسعار الاسعار عادي متشابهه، عشان ما فيش براند يفقد ثقه من على براند تاني. يعني اخلي البيج التانية از براند برضو؟ عادي، انا براند تاني مش لازم أن يكون كبراند بقى واعمل له حاجه، لا خالص. انت كده ما كده انا كده كده حابب ازود نيتش تانية، فانا ممكن اخلي البيج التانية كولكت مع كذا نيتش يعني. كولكت عادي مع كذا نيتش، وتبتدي تشتغل وتبيع هنا بنفس السعر عادي جدا، ما فيش اي مشكله. ويبقى ده شغال في حته وده شغال في حته، ما فيش اي مشكله. ويبقى بالنسبه لك باك اب بلان لاي ايشوز تحصل او اي حاجه تحصل. وطبيعي على فكره احنا دايما بنعمل كده لما بنشتغل في الاي كوميرس، دايما بنعمل اكتر من اكونت، اكتر من بيج، اكتر من بزنس اكونت وهكذا. بيبقى معانا فرح كده، بحيث ان ايه اللي يضرب مني يبقى انا بالنسبه لي عندي بديل، ما اعطلش عبال ما اصلح الكورس. طب ما العميل لما يخش تابع على بيج اصلا مش عليها بوستس كتير، هيبتدي المصداقية تقل. حضرتك لا فاهم ما قصدي؟ بقاش ما بقاش ما بقاش الكلام ده في الايكوميرس، ما بقاش الكلام ده. هو وانس انا عامل شاف 5000 6000 بيج لايك او حاجه، خلاص الامور بالنسبه له ما فيهاش اي مشكله. العميل ما بقاش زي الاول ان هو لازم يلاقي على الاكونت 100000 فولور مش عارف ايه. ما بقاش، لان بعد الايكوميرس لا بقى العميل يشتري من ده. العميل بقى بنعوض العميل بايه؟ بان احنا نحط له ريفيوز في بيندنج، في بين بوست في اول الصفحه. اول ما تمام. يخش الصفحه ايه ده 5000 بس، يلاقي الريفيوز خلاص زي الفل. هو انا بالنسبه لي تمام، هو العميل بقى يشوف، فهمت. خصوصا انت كمان هتشتغل كونفرجن، فالعميل بالنسبه لك هيبقى مهم بالنسبه له ان هو يشوف الريفيوز دي على الويب سايت، مش دعوه بقى السوشيال ميديا وضعها ايه. بل بالعكس، في عملاء ما انا بتفتح اصلا من السوشيال ميديا، يقول لك لا انا ادخل على الويب سايت واشتري من الويب سايت. فهمت ازاد وانا واشتغل، يعني اشتغل لاندنج بيج وابتدي اعمل سيلز لهنا وهنا، واشتغل على نفس البرودكت عادي، مفيش اي مشكله، عادي ما فيهاش اي مشكلة. بنفس البادج. تمام، فهمت قصدك. اشكرك جدا والله، تعبت حضرتك جدا. لا لا ولا اي حاجة، ربنا يوفقك يا رب، وان شاء الله الدنيا معاك تتحل في البيت دي باذن الله. يا ريت يا ريت ان شاء الله، باذن الله. اشكر حضرتك جدا. عفوا، ربنا يوفقك يا رب. اوكي تمام. في حد تاني عنده في سؤال قبل ما نقفل؟ سيد اوكي تمام. محمود، ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. أخبارك إيه؟ عايز تمام، كله تمام الحمد لله. في قناة تعليمية بمجال العلوم بس باللغات، تمام. تمام. لو مثلا عايز استهدف على الفيس، على الفيسبوك، على الريتش بتاع الصفحة كده، الاهتمامات بتاعتي هتكون ايه؟ مش التارجت اودينس بتاعي يكون الآباء، صح؟ هي بس هي مش بتتحسب كده، هي بتتحسب على باير بيرسونا، ومين الناس اللي اشترت منك قبل كده، الكومبيتيتورز بيشتغلوا على ايه. يعني مش بتتحدد كده، هي بتتحدد بناء على انت بتتارجت ايه. وممكن بقى في الحاله دي بنعمل استراتيجي كده مختلفه في الميديا باين، ان احنا بنحط كرييتيف صريح جدا جدا، انا ببيع ايه بالظبط، يبقى واضح جدا جدا للناس، وبسيب الفيسبوك يبتدي يكاتش اكتر من تارجت اودينس لحد ما اوصل لبوكت اوف اودينس محترم، وابقى عارف ان ده الناس اللي اشتغلوا او دي الكامبين اللي ناجحه معايا، وابتدي ابني عليها كل الكامبينز الجايه. فحاول دايما تشتغل بقى على في داتا قديمه، في ناس اشترت منك فانت عارف شكلهم وسنهم عامل ازاي. روح عند الكومبيتيتورز، شوف مين الناس اللي بتعمل عندهم كومنتس، مين الناس اللي بتشتري من عندهم وهكذا. فلازم انت تبص على ده وتبص على الديسيشن ميكر، وبناء على ده تبني مين الباير بيرسونا بتاعتك، مين العميل اللي ممكن يدخل عندك، مين اللي ممكن يشتغل، وتقسمها. فهي انت مش بنختارها كده. بلس شوف حد شغال في نفس النيتش، وابتدي اساله على طبيعة العملاء اللي بتشتري منه، طبيعتهم عاملة ازاي، وبناء على ده ابتدي ابني التصور واحدة واحدة عن العملاء، وابتدي ابني التارجت اودينس بتاعه.
ممكن كمان تلعب على حاجة تانية، تلعب على الانترست الخاصة بالتارجت دي والتيست عليها، يعني تيست عليها بشكل مباشر كده. انت مثلا جرب ثلاثة تيست، ثلاثة انترست وابتدي العب عليهم، جرب ثلاثة انترست تانيين والعب عليهم لحد ما توصل لأفضل انترست انت ممكن بتلعب عليها او ممكن بتشتغل عليها يعني. تمام، شكرا جدا لحضرتك. نعم، الحملة عن طريق الستاك أفضل من أد مانجر؟ أه طبعا، طبعا الحملة عن طريق الانستجرام دايما الريزلت بتاعتها بتبقى أحسن، دايما الريزلت بتاعتها بتبقى أفضل من إن أنا بشتغلها من أد مانجر. وقلنا الكلام ده قبل كده لأن الأد مانجر الانستجرام بالنسبة له هي بليسمنت أو مكان بيعرض لك عليه وخلاص. تمام؟ تمام، يعني انا يعني اسف للسؤال، يعني انا كده اكمل زي ما انا ماشي فعلا زي انستجرام ما انت لوحده بفصله عن الاد زي مانجر. طب طبعا هل انا ممكن اسيب الاستهداف مفتوح؟ ممكن تجرب تسيبه مفتوح عادي. هتست، بس انا عندي تقريبا الليرنينج بياخد وقت في الانستجرام، ممكن ياخد 2 أو 3 الليرنينج، والكامبين نفسها بتتحسن اكتر واكتر. الليرنينج حاسس ده لو هو طبيعي، مدته طويلة شوية. ما دام ما وصلتش للليمتد ليرنينج خلاص. بس انت حاول بقى تعدل في التريل تمام، لان كده بيبقى فيه الكريتيف مش واضح، لسه بيشوف مين ايه بيجرب وهكذا. فهمت قصد حضرتك، اشكر حضرتك جدا. عفوا جدا، شكرا لك جدا بجد يعني. بصراحة بنبسط يوم الجمعة ده بيكون بالنسبة لي ريفريش كده لبقية الأسبوع. إن شاء الله يعني نشوفكم على خير الجمعة الجاية، ويا رب دايما كده نتقابل على خير بإذن الله، وتصبحوا على خير.